ومتأكد إن دي أول مرة هتشوفوها. اختاري كارت. خدت الكارت، بص فيه كويس، كلنا شفنا الكارت معاها. حط الكارت في جيبك، وعايزكم كلكم تختاروا كروت انتوا كمان. اتفضلي يا مدام، شاكر جدا. خلاص كلنا شفنا الكارت دخل في جيبها. هنعد، واحد اتنين تلاتة. أنا متشكر جدا ليكم يا جماعة، عن إذنكم. الأسوارة! أنت أعمى ولا شامم كل على الصبح؟ أعمى وشامم كل على الصبح. يعني لو كنت موتك كنت لبستني مصيبة؟ بقول لك إيه، ما تخلينيش أهزقك وإيه اللي قيمتك قدام صاحبك. تروح فين؟ بص لي. اسمك ايه يا ابو مراد؟ يوسف العربي. وشقط البت دي على فين؟ رايح عند امير صاحبنا بتاعنا معين. ومفهمك ان هو بيحبك، وبعد ما يخلص معاكي عنده ميعاد مع بت. اسم البت ايه يا ابو؟ اسمها نانسي. بت اسمها نانسي. واخدك عند امير صاحبك اللي المفروض ان هو عيال عشان يتعمل عليكي حفله هناك. لولا حظك الحلو بقى ان هو كان هيلوشني بالعربيه. هو عملت ايه؟ انا نايمته مغناطيسيا. لو عايزه تصحيه قولي التعويذه دي 0123 واحد اتنين تلاتة أربع ستات رشاد الشناوي دي نمرتي سهلة الحبس. أنا هصحيه دلوقتي وهو هيفتكر إن أنا كنت بساعده يغير عجلة العربية. شكرا يا كابتن. مش ولا يهمك كابتن، أنا رأيي تغيرها بقى لأن هي شكلها مفسية كده. عندك حق. يلا نروح نشوف أمير. أمير مين يا كذاب يا ابن كذابة؟ مش عايز أشوف وشك تاني. إيه يا بنت؟ أكيد مش صدفة، لأن أنت مش بتعمل حاجة صدفة. إيه اللي فكرك بيا يا طه؟ زنقت في قرشين. وحشتني يا بشار. وحشتك فجأة كده؟ أنت اللي من ساعة ما أبوك اتسجن وأنت كبرانة في دماغك تغطس ولا تقبش. أنت عارف أنا عمري ما هحسبك على حاجة. بس بجد وحشتني يا طه. أنا قلت رايحك من مشاكل. تريحني مين وانا طلبت منك تريحني؟ وبعدين مشاكلك ايه غير شويه نسوان حواليك؟ مناسبه النسوان فين؟ النسوان بتاعتك ايه؟ لسه متوحشه؟ واكتر من الاول. رشاد انا عايزك في مصيبه. عايز ايه يا طه؟ عايزك في مصلحه ما ينفعش اقضيها لوحدي، لان المصلحه دي بالذات تخصك انت زي ما تخصني انا. السيرك ده مع انه خيمه مش نقالي بقاله 25 سنه في نفس المكان ومليان بقى كواليس وسراديب كان عاملها كريستي الله يرحمه تحت الارض، والحاجات دي بقى كلها هتنفعنا جدا في النمره الاولى والاخيره، بس محتاجين وصله في النص. وانا عملت مكنه بوصله هتخرجنا من على المسرح لغايه بره. هتخرجنا بسرعه يعني هنهرب في الانجاز؟ لا هي مش طويله قوي كده، دي يا دوبك توصلك لغايه الباب. وانت اللي هتقفله يا شبح. الناس الطلعين دول سايع ومش هيدخلونا كده من الباب للطاق. اشمعنى يا طه؟ ده مفيش سيرك ولا مسرح ولا حتى كباريه درجه ثالثه عايز ياخدنا بسبب مشاكلنا وابوك اللي في السجن. ايه ده شويه يا رشاد، خلينا نفهم. يا ابني احنا لو عملنا المكنه دي بالشكل ده وبالطريقه دي مليون سيرك هيبقوا على ركابهم علشان يشتغلوا معانا. ما هو المكنه دي والطريقه اللي انت عايز تنفذ بيها والناس اللي هتساعدنا عايزين فلوس كتير جدا. ايوه طبعا، مش اقل من نص ارنب مثلا. نص؟ ودول بقى هنشحتهم ولا هنلف على الموالد قيمه 50 سنه كده على ما نلمهم؟ لا دول هنسرقهم. راح فين؟ فين يا ميد؟ هيكون راح فين يعني؟ افتكر كده كان معاك اخر مره امتى؟ اخر مره كان معايا قبل ما ادخل البنك، رن كده عليه من موبايلك لا يكون وقع مني وانا بنزل من العربيه. ما انت ماشي مش مركز. مش وقته. الو، لو سمحت
هو حضرتك لقيته فين؟ وريني. لا يا فندم انا ما لقيتوش، انا سرقته. نعم اخويا، يعني سرقته؟ زي ما بقول لحضرتك كده. هو ينفع انا وحضرتك نتعرف؟ تعرف ايه وزفت ايه؟ يالا انت عبيط. لا 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 ارجوك بلاش غلط، ولو اني مقدر انفعالك. بقول لك ايه يالا، الجهاز اصلا فيه جي بي اس، فبدل الاقسام والبهدله ويطلع عينك هات الجهاز وانا هبقى اشوفك. يا ريس التليفون وهو جديد ما يعملوش 5-6 آلاف جنيه. بس اكيد عليه حاجات تهمك وتخصك. انا وقفت قدام البنك كنت مستني واحد يركن عربيه شيك زي حالتك كده يعني متريش ورق واشوف هيحط الموبايل بتاعه فين. حضرتك الصراحه سهلت عليا امور كتيره جدا. انك حطيت الموبايل في الجيب ورا، وده بيعمل حاجه اسمها اعتياد لا ارادي، يعني جسم حضرتك بيتعود على الاشاره الواصله من المخ، وبعد شويه ما بيحسش بالموبايل ولا كانه موجود. يعني ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجه. اللي بقولك عليه ده نص تكنيك. النص التاني هو ان يعمل لك عامل مؤثر خارجي يجذب انتباهك. ودي كانت المزه الحلوه الشيك اللي قعدت قدامك وخبط فيك وانت ماشي في الشارع لما خرجت من البنك. أرجوك مفيش داعي للهجة الهجومية دي، احنا كمصريين محتاجين نسمع لبعض شوية ونسيطر على أعصابنا. وأنا هقولك أنا سرقت التليفون ليه؟ الإجابة بكل بساطة يا فندم إن أنا عندي مصاريف، جمعيات، قسط نادي، اشتراك الجيم، البنزين، الصيانة. أكيد في يوم من الأيام زي كل الناس نفسي أتجوز، وده معناه إن أنا لازم أحوش فلوس كتير علشان بعد الجواز بيبقى فيه إيه؟ شهر العسل. أنت فاكر الخمس 6 آلاف جنيه هيغطوا لك ده كله؟ ولا انا ما كنتش عايز اديك مصروف شهري. انا كل طلبه من حضرتك هو مرتب الشهر ده بس 30,000 جنيه. ولا التليفون معاك اشبع بيه، وانا بعد ساعه واحده هجيب تليفون غيره. طب بالنسبه للصور اللي على التليفون بتاعت المدام في المصيف، ما تنساش انك انت فاتح عندي الفيسبوك والانستجرام وتويتر وكل مفتوح عندي هنا. الشات بقى اللي عامله مع سوها علي وشريهان السيد وزاز جامده قوي بصراحه، ما اظنش المدام تعرف اي حد فيهم. مش كده ولا ايه؟ الو. ايوه مساء الخير، معاكي محروس كمال. لا ما انا بكلم حضرتك من رقم تاني يا فندم. ايوه ممكن اديكي رقم بطاقتي؟ انا عارف ان القرار صعب لاننا كمصريين انفعاليين. انت حرامي بارد ووسخ. خلاص هبعت لك الفلوس. فلوس؟ فلوس ايه دي اللي هتبعتها لي؟ ايوه مساء الخير، زي حضرتك انا كان جاي لي طرد كبير جدا على الموقع بتاعكم بس هغير العنوان اللي هستلمه فيه. هبعت لحضرتك مسج بالعنوان الجديد. متشكر جدا. لا بس انا خلاص كده مش محتاج من حضرتك الفلوس، عشان حضرتك عملت لي خدمه كبيره جدا، سجلت كريدت كارد بتاعك على الموبايل وده سمح لي ان انا اخش اعمل شوبينج بحوالي 150,000 جنيه. وفي نفس الوقت كان لازم بقى ايه اشغلك بموضوع طويل وممل انا شخصيا زهقت منه، لانك اول ما تعرف ان الموبايل اتاخد منك هتكلم البنك تلغي الفيزا. تصبح على خير. فلوس الحرام طلعت زي الحلال بالظبط. فقولكوا احنا كده حرقنا عربيتين ب 300,000 جنيه. لسه ما وصلناش اللي احنا عايزينه. على فكره موضوع الموبايلات والفيز ده اتهرش خلاص، والعيال بقت تقول لبعض على النت. احنا لازم نلعب نمره جديده. اسمها ساميه زي الدين الشربطي، غنيه فشخ ابا عن جد، بتحب الانتيكات واي حاجه قديمه. هي شايف الاثنين اللي وراك دول لو شفتهم ممكن تشتريهم. لو انتيكات بسيطه، كلمتين فرنساوي على فيلا، المهم انتهي. لان الولايه دي مفيش محل انتيكات فيه كمصري الا لما بتفليه، بس في الاول بتكلم دكتور اثار كده اسمه السرياوسي. احنا مشكلتنا في الجدع اللي اسمه السرياوسي يعني. انا جبت لك تليفون. وانا اعمل ايه برقمه؟ بقول لك جبت لك تليفونه. يا ابن اللعيبه. Amazing. Really amazing. فعلا تحفة. لوحة نهر الحب. بس دي لوحة الليل اللي فان جوخ. أصل أنا كنت بتفرج على الفيلم امبارح، بحب الفيلم ده جدا. ريهام حجاج مذيعة الراديو. سامية شربل. أنا ارتحت لك جدا. قررت أفضفض معاكي. أنا صرفت كل اللي ورثته عن بابا على اللوحات والأنتيكات، وضحك عليا كتير أوي لغاية بقى ما قابلت عوام. مين العوام ده؟ عوام ده فنان شاب موهوب جدا جاي من ايطاليا، وايمانا منه بان الفن ده ملك كل الناس قرر يبيع كل لوحات بنص الثمن اوريجينال كلها. ده معاه نص لوحات بيكاسو. بيكاسو؟ بيكاسو ورافائيلو ودوناتيلو كلهم. طب انت ممكن توديني عند العوام ده؟
بصي مدام سميه، انا ارتحت لك وايمانا مني برضو بان الفيلم ده ملك كل الناس، انا هوديك ياه. لا كتير عليها طبعا. استاذ عوام، مفيش حد هنا ولا ايه؟ استاذ عوام ازيك، عامل ايه؟ فاكرني؟ انا اسفه جدا ان انا جيت لك من غير ميعاد. الفنانين ما لهمش مواعيد. ميرسي جدا مدام ساميه. شانتيه مدام. مدام ساميه كانت عايزه ريشه رافائيلو. اوه، بس دي مش للبيع. جي ميكسكيوز مسيو عوام، كل حاجه في الدنيا للبيع. انا مستعده حالا اكتب لك شيك ب 2 مليون جنيه لو عايز تصرفه دلوقتي. ممكن ايه ده 2 مليون؟ لا طبعا. امال عايز كام؟ انا عايز 300,000 جنيه، وطبعا المليون و700 اللي حضرتك عرضتيهم ممكن تبقى راعي بيهم لجمعيه خيريه بترعى الحيوانات الاليفه. ده شيء يسعدني جدا. اميزنج، ريلي اميزنج. بس طبعا لازم اكلم حد يجي يشوف الحاجه. بيان شيخ، اكيد ده حق حضرتك. جي ميكسكيوز. هي مساء الخير يا مدام ساميه، ازاي حضرتك؟ دكتور سرياوسي. لا انا مش دكتور سرياوسي، انا احمد عبد رب ومعيد عنده، يعني هو موكلي، هو في لندن، فانا النائب بتاعه يعني في اي استشارات او اي فحوصات. اوكي يا فندم. حاضر. من عينيا. سلام. اقل من ساعه اكون عند حضرتك. دلوقتي احنا فلوسنا كلها كملت، واللعبه الكبيره هتبدا، وزي ما ابونا علمنا الحاوي محتاج 3 حركات علشان الناس تسقف له وما تكشفوش. الحركه الاولى تشتيت الانتباه. بصي يا خلينا، وي ويل جيف يو شو. انا نفسي اتخضيت. انت اتخضيت؟ والنعمه اتخضيت. انا عارف يا راجل. This make your circus number one. تخيل مان هير هوب في ثانيه بهايند ايتش بيبول، شغل عالي متغالي. حسين امين. امين خفه الايد. واحد اثنين ثلاثة أربع ستات. لفت الانتباه. لفت الانتباه. حضرات السادة المشاهدين، والآن مع الفترة المميزة فترة الروح. ليكوا تشوفوا ايه اللي هيحصل، بس اللي هيحصل دلوقتي دي مش خدعه، دي حقيقه. حقيقه من صحراء بجد، مخاويين الجن والعفاريت. امسكوا في عيالكم كويس وخدوا نفس عميق جدا عشان ممكن يتكتم دلوقتي حالا. خدتوا نفسكوا؟ يلا. احنا بقالنا شهر بنعرض، انا زهقت فشخ. انا كمان زهقت يا رشاد، بس عايزنا نعمل ايه يعني؟ لازم نجهز واحده واحده من غير ما حد يحس بينا، والا ابوك هيضيع منا. وهي تعديله واحده اللي فاضله. هي التعديله دي لازم نعملها عشان لما يجي لك التليفون يا شبح تبقى انت امان. بس
كده هو ده اللي احنا عايزينه. قول لي ايه؟ ما هو مش اصلا مش مركز معانا، مش متابعنا، مش متابعنا في البروفه. فوكس وذ اس هنا يا بول. اوكي بات اي كانت اندرستاند واي يو وانت تو كلوز اول ذا دور دورينج ذا شو. بص يا بول، ذيس تريك نيو سيل ا لوت اوف تيكت دبل بيبول هنا على طول. اه وي ويل سيل ذا تيكت فور 200 باوند 200 لو مش عايز وي ويل جو تو يور كازن ان اسكندريه. لا لا انا مش عايز فيليب، انا عايز الشغلانه دي. واحنا بنتكلم انجليزي ليه اساسا؟ فاهم كده يا ريس؟ المواسير كلها مترشحه حوالين السر. الواد دبشه ما شكش في حاجه ولا حس باي عوق؟ كمان الواد دبشه ده اصلا رايحه منه وهبه، قلت له ده جزء من العرض راح بلاحها على طول. احنا كده جاهزين يا ريس على المفتاح. فورد يجي لنا التليفون ننفذ على طول. مش تمام يا كمان. اركن بلن. عمال السيرك ستة، ما بيبقاش في حد في الكواليس خالص غير النمرة اللي بعدنا، كلهم على بعض ثلاثة أربعة وحبايبنا. شش راجل. حطه على السبيكر. ألو. النهاردة يا طه. النهاردة إيه؟ إحنا ما اتفقناش على كده. ما اتكلمتش من بدري ليه؟ قلت لي انكم جاهزين على تليفون مني. ايوه بس يعني انا عايز افهم. النهارده الثلاث حفله الظهر مش هيبقى فيه اكتر من 50 واحد. يوم الجمعه المسرح هيبقى مليان ومش هتعرفوا تتصرفوا. والاهم من ده ان احتمال يبقى فيه شخصيه مهمه تحضر العرض النهارده. افا شخصيه مهمه ايه؟ والنهارده ازاي احنا مش جاهزين كده؟ طه انت مش خايف؟ خايف اتحبس يعني؟ لا يا موت يا شبح. محدش بيموت مرتين يا رشاد. انا بصراحه بقى خايف. وانا كمان خايف. بس احنا لسه فيها على البر. ممكن اكلمه ونلغي. بص لا احنا صعب جدا نرجع ورا دلوقتي. نرجع ده ايه؟ انت مش جايه معانا اصلا. انت بتقول ايه يا طه؟ هو من امتى انا مش معاكم؟ وبعدين على فكره انا الوحيده اللي متربيه في السيرك ده وحافظه كل شبر فيه. يعني لو حصل لكم اي مصيبه هتحتاجوني هتحتاجوني. دوده انا عمري ما حبيت حد قدك. ولا عمري في يوم تمنيت اكون مع اي حد غيرك. عشان كده مش ممكن اخدك المصيبه من ايديا حتى لو اضطريت امنعك بنفسي. لا انت اكيد بتهزر صح؟ انت مش تعمل كده يا طه. طه فكني. فكني يا طه. بقولك يا رشاد، لو غلطة واحدة حصلت كلنا هنموت، أنت فاهم؟ لو ملحقتش تجري في الخمس ثواني والواد ولع النور كلنا هنموت، لو البيبان كلها ما اتقفلتش كلنا هنموت، لو الشغل اللي بره السيرك كله ما اتعملش في ميعاده كلنا هنموت. على فكرة مش خايف على نفسي بس، أنا خايف عليك أنت كمان. أنت عارف أنا خايف من إيه؟ إيه؟ خايف هتهب معاك وتتجنن فيها زي ما بتعمل كل مرة. المرة دي ما ينفعش، أنت فاهم؟ ما تفكرش انت بس في توتا وكله هيبقى تمام. توتا ايه
الخوف برضو مطلوب، لان هو ممكن ينقذ حياتك وانت حياتك تهمني. طه رشاد يلا بسرعه. لا عرض الليلة هو عرض جديد، وأكيد محدش فيكم شافه قبل كده، صح يا رشاد؟ صح يا طه، عرض عمركم ما هتنسوه، واحتمال إحنا كمان ما ننساهوش. عرض النهارده الكبار فقط. جايين نقضي شوية وقت معاكم من غير إزعاج. اللي هيفتح بقه أو يعمل أي حركة كده ولا كده هفضي الخزنة دي فيه، فاهمين؟ كله يطلع موبايلاته. طلع موبايلك يا طلع. يلا يا والله العظيم يا باشا أنا معايا موبايل. يلا يلا لف. القرد بيتكلم وبيقول السيرك وكل اللي فيه تحت السيطرة. ايوه صباح الفل يا باشا، انا بس كنت عايز ابلغ عن حادثه حصلت دلوقتي في السيرك الاوروبي اللي في المعادي. في عصابه كده خطفت السيرك واخده الناس رهاين، وانا واحد منهم يا باشا. ولا مش ناقصه برشمين على الصبح يالا. مش مصدق؟ طب اسمع كده يا ريس. الوقت اللي بلدنا تقوم مشاريع كبيره زي دي، المشروع ده هيوفر تقريبا 4000 فرصه عمل، غير ان احنا هنصدر الانسجه بدل ما نستوردها. طب بالنسبه لتامين المشروع يا فندم في حاله تصاعد الاعمال الارهابيه اللي بتمر بيها البلاد، مفيش انفلات امن، الامن رجع الشوارع ويسأل في ذلك السيد وزير الداخليه. انت عارف ان انت عمرك ما جبت لي خبر حلو ابدا. مدير قطاع الامن المركزي ومدير امن القاهره والامن القومي، اروح القاهم في اجانب في المكان يا ابني. بس ليه قطع اعصابكم انتوا كمان؟ كل نبذات الدائري من المنيب للمعادي. نبذات الدائري من الناس اللي هناك.
يا فندم انا خلاص هو داخل على موقع الاحداث قدام السيرك. لا 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 معايا كاميرا. لا ممكن ما تبعتليش حد بس ممكن تبعتلي عربيه بس. الناس دي بتعرف قبلنا ازاي؟ هتعتقد ان المجموعه الارهابيه ليها علاقه بزياره الرئيس الفرنسي الاسبوع القادم؟ انا لا اعتقد اي زفت ولا عندي اي معلومات. عدوني ماهر. ايه السيرك كله محاصر بقوات الامن المركزي وقوات مكافحه الشغب يا فندم. ده غير دول والدينا ما تنساهوش كده مش ناقصنا حاجه. رهينا قد ايه؟ تقريبا 50 يا فندم. تقريبا الأجانب قد إيه؟ 8 يا فندم، من ضمنهم زوجة السفير الإنجليزي وولاده. يا لطيف. يا ماهر. يعني هي سابت الدنيا كلها وحلت تخش السيرك عندنا؟ ده من جمال أمه؟ ولا هو الساحر اللي اسمه مدحت ما عندهمش زيه؟ الهجوم المسلح مش هينفع يا باشمهندس. هتبقى كارثة. التشكيل اللي جوه ده إيه؟ مفيش أي تفاصيل عنه يا فندم، قطعوا شبكات الإنترنت ووصلات التليفون وكاميرات المراقبة. لا معلش. أنا سألت 3 أسئلة لحضراتكم لغاية دلوقتي كانت إجابات تقريباً وما نعرفش ولسه مفيش أي تفاصيل. أمال أنتوا سايبيني يبقى لكم نص ساعة بتعملوا إيه؟ تلعبوا جيمز؟ في إيه؟ شوف لنا يا ابني أي وسيلة اتصال بيهم، أكيد هما سايبين لنا حاجة نكلمهم بالكلام. إيه ده أنت إيه اللي جابك هنا؟ هو أنت بقى ما بتردش على تليفوناتي عشان تعمل الجريمة دي؟ ايه الجمدان ده؟ ايه البيوت ده؟ انت مش خايفه؟ بتعمل انت بتساعد انت مجنون ولا ايه؟ دي قنابل اللي هيعديها تنفجر ونموت كلنا. انتوا عايزين مننا ايه؟ احنا مش عايزين منكم انتم اي حاجه. حرام عليكم، ده احنا كنا جايين نخرج عيالنا. مش عايز اسمع صوت. طول ما انتوا سامعين الكلام محدش هيتاذي. ايوه يا ابني. اللي بيكلمك دلوقتي وزير الداخليه. الو؟ الخط واصل ولا ايه؟ الخط واصل بس انت لما قلت وزير الداخليه انا خفت اتخضيت وده اترعشت وزي ما انت سامع كده لساني تقل لدرجه ان من كتر خوفي ده بفكر اموت كل الراهينه اللي عندي. طلباتك تنزل القناصه بتوعك من على المسطح اللي حوالين المبنى ده اول طلب. ما حصلش. ما تخافش. أنا لسه ما موتش يا أهم. بس عايزك تبقى فاهم كويس قوي، أنا زارع 40 قنبلة في كل واحد قاعد في المكان، أجانب ومصريين، والقنابل دي كلها متوصلة بريموت كنترول. والريموت ده له زرار واحد. وأنا إذا اتضايقت هدوس الزرار، والناس دي كلها هتتفرتك. إحنا عايزين نتعامل مع العميد يوسف شامة، أو العميد زكريا ألماس. العميد يوسف شامة البقال الله توفى من شهرين. يبقى العميد زكريا ألمص. زكريا ألمص ده احنا رفدناه. انت عايزه في ايه؟ ما هو قدامك حل من الاثنين. يا تبعت لنا العميد زكريا ألمص يا تطلع يوسف شامة من التربه. يا ماهر شكلنا كده داخلين على ايام سودا. محدش هيموت صح؟ إن شاء الله مفيش حد هيموت. محدش له ذنب في اللي احنا بنعمله. وانت كمان يا دودة مفيش أي ذنب في اللي احنا بنعمله. وراك بص بقى يا أستاذ، من هنا تقدر تشوف السيرك كله. متشكرين يا ريس. متشكرين ايه؟ شاي. طيب هنرديك واحنا نازلين. نازلين ايه؟ عايز 3000 جنيه لكل كاميرا من دول، احنا مش كل يوم بيجي لنا حدث تاريخي زي ده. ايه الجشع ده؟ جشع ايه اللي مش عاجبه ينزل؟ انزل يا استنى استنى. ده تلاقوا كل واحد فيكم واخد له قيمة 1000 جنيه. اتفضل. ما بتجوش غير على الغلابة. يلا عملنا شاي بقى. لو على الشاي على حسابي. السلام عليكم. احنا هنفضل هنا كتير؟ ايه وراكي حاجة ولا ايه؟
اخراسي خالص يا تيسير، الراجل ده مش هيستحملك زي. يعني يا رب ما كانتش امها تيجي النهارده، كانت تتظرف رصاصه هي وامها وارتاح منهم الاثنين في يوم واحد. بان على حقيقتك يا ناقص. لا بقى، ابوكي طلب النجف وقلت ماشي، والغساله قلت ماشي، والثلاجه والبوتاجاز قلت ماشي. امال لو كنت بخطب الانسه هيفاء وهبي كنت هتكلف ايه؟ صلي على النبي يا عبد العزيز، وانت كنت هتخطب الاستاذه هيفاء وهبي ازاي يعني؟ مش فاهم. اول خروجه خروجه معاك يا شيخ، تتمسك رهينك انها بتنام. انت بومه بومه، حاول اخد اخر كمان. انا بومه يا راجل يا فقري يا عديم الدنيا. عيب يا تيسير، عيب يا عبدو، عيب عليكم كده. احترموا بعض شويه، او احترموا اللحظه اللي احنا فيها. ده احنا كلنا ممكن نموت. انا من الصبح انا عارف انا مش هروح النهارده. ايه اللي جابني هنا بس؟ امبارح اتصاحبت على البنت صاحبه محل الجواهر اللي جنب السيرك هنا، خدت لها شبه تتصور مع تافهه قوي. ضربت على الهارد بتاع كاميرا المراقبه وحطيت واحد تاني مكانه، مع اني كان نفسي اتشهر وصوري تنزل في التلفزيون. بس يلا. ده يا فندم تفريغ الكاميرات المحلات اللي جنب السيرك. وايه يا ستراده؟ اتفرج عليها في الشارع ولا ايه؟ احنا اسفين لما عليك. لا يلا، وفي عدل من اول اليوم، شغل. ما كنتش اعرف انكم فيها، لو والله فتشني مفتش. قلقك عليا، مش اسماعيل السيد. تريقوا علينا يا ستراده، اقفل الزفت ده. معلش يا ابني. مفتشني مفتش. سيادة الوزير، مكتب رئاسة الوزراء على التليفون. الو؟ ايوه يا فندم. ملتزمين بضبط النفس للحفاظ على ارواح الرهائن يا فندم. لا الحقيقه يا فندم مش عارفين عددهم ولا الهويه لسه. حاضر يا فندم، تحت امرهم عليك. لا فور يا فندم. ماهر. نعم يا فندم. عندي اجتماع في رئاسه الوزراء بعد ربع ساعه، جهز العربيات، اتحرك. سياده الوزير احنا في مشكله كبيره جدا. تمام عليك. واضح يا فندم اننا قدام تشكيل كبير، مش مجرد عيال بلطجيه. فندم الولاد دول اتقطعوا الاتصالات والانترنت، حتى اختيارهم لليوم اللي هجموا فيه وحجزوا الرهائن اختاروا يوم يكون الدنيا فاضيه فيه، يوم تلات، مش خميس ولا جمعه الدنيا تبقى زحمه. حتى كاميرات المراقبه اللي في المحلات المجاوره للسيرك رجالتنا لما جابوها اكتشفوا انه عليها افلام اسماعيل ياسين. وانت عايزني اقول لهم اسماعيل ياسين؟ اعتقد محمود ياسين افضل. العيال اللي جوه دي طلبت تتعامل مع العميد زكريا ألمز. العميد زكريا ألمز اترفد من الداخليه ولا يمكن يرجع لها تاني. العيال طالبينه بالاسم، والعميد زكريا ما اترفدش، ده استقال، وكلنا عارفين الكلام ده. ايوه، بس هو استقال بعد ما خرج من الداخليه بفضيحه، ثم اكيد الولاد طالبينه لانه ضابط شمال هينفذ لهم اللي هم عايزينه. سياده الوزير، القرار الاول والاخير ليك، ولازم نجنب المشاكل الشخصيه وبالذات في المصايب المهببه دي. يا فندم مشاكل شخصيه ايه؟ ضابط خرج من الداخليه لسوء سلوكه، ثم انا اللي برجعه اقول ايه للضباط والقيادات اللي عندي. فندم انا عندي كفاءات عاليه جدا تقدر تتعامل مع الموقف، بس انا محتاج شويه وقت مش اكتر. ده قرار اعاده العميد زكريا ألمز للخدمه، امضيته ترجع لسياده الوزير. القرار قرارك سياده الوزير. تمام يا فندم، بس يا ريت ما تقولوش ان الولاد طالبينه بالاسم. صباح الخير يا فندم. خير ايه بالرزق اللي انتوا بتعملوه ده؟ النجاره شغاله اهو. انتوا جايين تقبضوا عليا ولا ايه؟ ذاكر يا باشا، ده قرار رجوعك للوزاره يا فندم. ماشي. دي حاجه حلوه. طب انا عايزك تبلغ رساله لسياده الوزير. قول له زكريا ألمز مرفوض. بعدين يا ابني انا مش تحت امره. وقت ما يعوز يرفدني يرفدني، وقت ما يعوز يرجعني يرجعني. وبعدين بصراحه بقى انا مش فاضي. بربي الكلب بتاعي. بشرب قهوه. تيجي تشرب قهوة معايا؟ ولا انت شكلك مش فاضي؟
امسك يا ابني. زكريا باشا لو سمحت، الموضوع كبير جدا يا باشا، سمعه البلد اهم من اي خلافات شخصيه. سمعة البلد دي بتخلينا نجيب ورا، بس انت ولد كويس اقنعتني. سيبني بقى اروح اغير هدومي واحلق تاني. في الظبط دقنه طويله مش كده؟ بس انت برضه ولد كويس. خواجة جورج إن زكريا بيرجع الخدمة. تليفون جالك يا معلم؟ لسه مفيش جديد. كان الموضوع شكله هيطول بقى. أنا إيه شمرني إن الماية دي ما فيهاش سم ولا فيها مخدر؟ ده مش شكلكوا قتالين قتل اصلا. وانت السم والمخدر هيفرق معاك بزورك دقرس. احنا عايزينكوا عايشين، امسك. بس لو حد قال معانا مش هيهمنا حد الا انت طبعا يا جميل. موتنيش، مش عايز اموت، ما تموتنيش. بس يا ابني انت اخرس، ما تموتنيش. مش عايز اسمع صوت حد. طبعا مع السلامه. صباح الخير يا فندم. واهلا وسهلا. يا ترى عدد الرهائن قد ايه وعدد افراد التشكيل العصابي قد ايه؟ لا يا ريت ما اعرفش. وزاره الداخليه كلها حوالين السيرك ومحدش عارف. اسمع زكريا، انت هنا غصب عني، وانا كنت اتمنى يكون عندك نقطه دم وتعتذر. يا باشا مصلحه البلد في كل اعتبار، وبصراحة بقى بعد ما قريت قرار رجوعي للخدمة اللي فيه كل الصلاحيات، أنا بتصور يعني ساعتك تستريح كده في غرفة العمليات في الوزارة، وأنا أوعدك إن أبعت لسعادتك تطورات أول بأول. شوف، هو أنا هعمل كده بس ده لأن الأرض ما تسعناش إحنا الاتنين. بس أنا عايز أقول لك على حاجة، شرف أمي لو حصل وفشلت وخزلتنا زي كل مرة، لفشة مش هكتفي بإقالتك، هسجنك. طمع يا فندم. شد حيلك. مقبولة يا فندم، مقبولة. في وسيلة اتصال بالعيال دي؟ أيوه يلا. سيادة الوزير. لا يا سيدي أنا مش الوزير. لحظة كده معايا، اطلب لي واحدة قهوة على الريحة. تصور نزلت النهاردة الصبح وما كملتش القهوة بتاعتي. أيوة. لا مش أنت. بقول لك إيه؟ عشان ما نتعبش نفسنا كده، أنا جهزت لك كل طلباتك يا عم. في شنطة فلوس في طريقها دلوقتي المطار، وفي عربية جيب سودا متفيمة والتكييف بتاعها شغال. هتركبها أنت وكام رهينة ونصيحة بقى تطلعوا على تركيا. مفيش بيننا وبينهم معاهدة تسليم مساجين. عايز حاجة تانية يا عم؟ فلوس ايه وعربيه ايه؟ ما انا يا ابني بريحك من المناهده والمناقشه ووجع القلب، وبعدين الدم اللي هيبقى بيني وبينك هيبقى كبير. مش دي برضو الطلبات اللي انتوا بتطلبوها في الافلام؟ زكريا يا باشا عايزك تتاكد مش في فيلم. بعدين انت جيت بسرعه قوي. ياه انت تعرفني بقى. بص وراك كده، شايف العمود؟ في عمود جنبه مرسوم عليه انت بالتبشير. العمود ده هينفجر كمان خمس دقايق. خبير مفرقعات، واخد المربع ده فورا. باشا باشا كلهم يفكوا السلك الازرق. ونعيش ضمني. مفيش اي ضمانات، قدامك 30 سنة. فك السلك الازرق، فك السلك الازرق، نفذ الامر.
طبعا انت عارف ان انا ليه عندك واحده كده، وعشان تتاكد ان انا ما بهزرش يكون في علمك السيرك كله والعمارات اللي حواليه مزروعين قنابل، ومش المربع ده بس، لا ابعت رجالتك على مول 6 اكتوبر حمام الرجال، هتلاقي هناك مفاجاه جميله هتنفجر كمان 30 دقيقه، والمره دي بقى اقول لهم يفكوا السلك الاخضر. بعد كده عايزك تكلمني تشكرني، وساعتها اقول لك طلباتي ايه. عمليات، تم العثور على 5 قنابل صغيرة في حمام الرجالة، وتم الضرب في علبة. بقى فين؟ اتصلوا لي بمكتب الوزير. أنا جبت تفريغات كاميرات المراقبة بتاعت المطعم اللي جنب السر، ده غير الهارد اللي سرق النهاردة بتاع إسماعيل ياسين. وبعدين؟ في مجموعة بتفرغ كل صور الناس اللي دخلوا السيرك في خلال يومين، وفي خلال ساعة هيكون في حصر مشتبه بيهم، بس أنا عايز عربية الـ MDU. نعم، عايز إيه؟ عربية الـ MDU ساعتك. ليه إن شاء الله؟ ناوي تحارب ولا إيه؟ هتلمني ملفات أهم أماكن في الدولة، الأمن العام وأمن الدولة في عربية واحدة؟ إيه ده يا فندم؟ أنت مش غيرتوا اسم أمن الدولة؟ الأمن الوطني يا سيدي، إيه دي اللي فارقة معاك أوي؟ أيوة بس علشان نفهم. لا لا أوكي اتفضل. يا فندم الموضوع خطير جدا، إحنا مش عارفين العيال دول فخاخين إيه بالظبط. دول ممكن يكونوا مفخخين الوزارة هنا. لا طبعا الوزارة، شوف غيرك. بعد الكشف عن الخرائط يا فندم، لقينا على بعد كيلو واحد من السيرك في بنك مهم جدا. عارفه. وورا السيرك في مكان الإقامة الجبرية بتاع كمال عبد اللطيف، حضرتك عارفه برضه. وعلى بعد 3 كيلو في 3 مباني حكومية. يا فندم، بعيدا عن أي مشاكل شخصية. عارفه. احنا في مصيبة يا فندم. الله يطمنك. خير إن شاء الله. مساء الخير يا فندم، مندوب مكافحة الإرهاب. مساء الخير يا فندم، العميد علي الزهيري المسؤول عن الـ MDU. سعادتك بس يا ريت تدينا 30 دقيقة نكون حددنا الشخصيات اللي تم تفريغها على الكاميرا. كان نفسي أركب العربية دي من زمان. إحنا دلوقتي المفروض نخش السيرك، نحجز الرهاين، يجي لك التليفون عشان تطلب الطلب الأول، اللي إحنا أصلاً ما تبلغناش بيه، البلد كلها حوالينا، هنعمل إيه؟ هنستنى لحد امتى؟ بقول لكم ايه، احنا من الاول عارفين ان الموضوع مش سهل، وانا مش شايف اي حل تاني غير ان احنا نستنى. الايه دي بيتكلم، عامل لي بحث على ايلين دول.
ايوه يا ابني. ايوه يابا، خد عندك الطلب الاول لافراج عن السيد موافي زكي وعن علي زينهم حسنين. طب قول الاسمين تاني كده علشان اسجلهم ورا. اللي حواليك اكيد سجلوا الاسماء اللي ارجع لهم. دول اتنين ارهابيين تبع تنظيم القاعده. انت ايه دخلك بيهم يا ابني؟ بقول لك ايه، انا بأمر وانت لو ما نفذتش ارواح ناس كتير هتبقى في رقبتك. وانا ما بتكلمش على الناس اللي هنا، بس انت عارف كويس انا بتكلم على ايه. وراهنك على 100 جنيه انك هتروح تجيب لي جوز الرجاله دول. اعتبر نفسك كسبت الرهن. عايز العيلين فين؟ عايزهم هنا في السيرك. انا عارف العيلين دول. مستعجل البحث عن العيال دي. وايه بقى دخل القاعده في اللي احنا فيه؟ مش عارف، جاي زكريا ده بيلعب بينا. بيلعب بينا ازاي وهيعرف منين اصلا ان احنا ما نعرفهمش؟ مش عارف. بقول لك ايه يا طه، انا ابتديت اتوتر وممكن تهب مني واعمل حاجات كلها هنندم عليها. انت عايز نعمل ايه يعني يا رشاد؟ يعني ايه عايز منك ايه يا طه؟ يعني انت جايبني بعد 3 سنين شغال لوحدي تسحولني معاك هنا؟ رشاد اهدى. لا مش ههدى. اهدى ايه؟ ما بيحصل بقى انتوا الاثنين. انت اتجننت يا رشاد؟ زكريا يا باشا، دي بيانات كل اللي في السيرك من اول تواريخ ميلادهم. ايوه، بس ايه علاقه العيال دي بتنظيم القاعده؟ ما اظنش يا فندم ان ليهم اي علاقه. حسيت في لحظه ان الولد اتفاجئ لما عرف انهم من التنظيم. عندي احساس ان في طرف تاني راس بتحركه. العيال دي يا فندم عروسه، في حد بيلعب بيهم. طب وتعمل ايه؟ اوعى تقول لي خرجهم. مفيش حل تاني يا فندم. بعدين اطمن سعادتك، الحراسه حوالين السيرك اكبر من الحراسه حوالين السجن. اهي بس خد بالك يا زكريا، العيال دي كلها عليها احكام بالاعدام. هيخرجوا على مسؤوليتي يا فندم. مسؤوليتك ازاي؟ هتتقدم مكانهم؟ ده الواجب. يا رب ان شاء الله، يا رب ان شاء الله. نعم فندم. لا لا، ده انا بدعي لك ربنا يوفقك. يا رب يا رب ان شاء الله. يا رب. تفتكر ولادنا على فين؟ الله اعلم. منه لله زكريا، لولا ان جابنا من بيوتنا وعارف ان احنا اللي قتلنا السياح في شرم الشيخ، احنا كان زماننا في حته تانية. فتش الواد لقرا، بعت لك معاه حاجة. على هنا. هنا اقف، انزل على الأرض. انتوا بقى محبوسين في ايه؟ ما تنطق يا ابني. هو انت ما تعرفش؟ احنا عارفين كل حاجة بس بنحب نسأل. استنى واحد كافر. بعد اذنك يا طه. استنى استنى. حظك. اتفضل. ايوه. القرد بيتكلم. ما تفتكرش اني هرد عليك غير لما تقول كلمة السر. الراجلين معانا هنا. كده خلاص عملنا كل اللي طلب منا. وانت تعرف اصلا ايه اللي مطلوب منك؟ بقول لك ايه، انا مش طه، انا رشاد اخوه، وساعات بتهب مني، فلو ما قلتلناش بالظبط كمان 10 دقايق عايزين مننا ايه؟ انا هموت لك كل شويه واحد. مات الكلام.
انا ابتديت احس ان في مصيبه بتطبخ بره السيرك. تفتكر يا ماهر اللي قال اللي جوه دول خاطفين الرهائن ليه ما دام ما طلبوش فلوس؟ انا متاكد يا ماهر ان العيال دي عرايس في ايد حد تاني، بس الحد التاني ده بقى عايز ايه؟ ولا يمكن يكون العيال دول بيعملوا حاجه بره واللي جوه ده تمويل. ما تفكر معايا يا ماهر يا ولاد اللقيمه. الحكومة المصرية تستجيب لطلب المجموعة الإرهابية بالسيرك وتقوم بإخراج 2 من أخطر الإرهابيين المتعددين. أنا مش فاهم البنت دي عايزه ايه بالظبط. يعني احنا لو هجمنا ونص الرهائن ماتوا نبقى غلطانين، ولو اتعاملنا بهدوء وضبط نفس برضه نبقى غلطانين. العميد زكريا ألمص. ما تشوفوا لنا حل في البنت دي يا جماعة. بعد إذن معاليك مش هينفع الكلام ده خالص، هنقلب الصحافة علينا يا فندم. مفيش حد أبدا مقدر اللي احنا بنعمله. رايحة فين انت؟ تعالي بكلمك. انت بتعملي ايه يا وليه يا مجنونة انت؟ اثبتي مكانك. بقولك اثبتي مكانك. كده؟ جاية فيكي. رايحة فين يا حلو؟ أنا ابني بياخد أنسولين، ولو ما خدش الحقنة كمان ساعة ممكن يموت. وأناش ضمني إن انت ما بتعمليش فيلم عشان تخرجي انت والواد. أرجوك، ابني لو ما خرجش ممكن يموت. طه أنا مش هسيب الواد يموت. وأنا لو سبتك انت والواد تخرجوا هتبقى غلطة كبيرة. والغلطه في اللقطه اللي احنا فيها دي بموتك. ارجوك سيبه يخرج لوحده وانا هفضل معاكم. لا، يعني احتمال وارد ان كلنا نموت دلوقتي، ساعتها الواد هيتيتم، وانا مرضاش اكون سبب في حاجه زي دي، لاني مجرب الاحساس ده لما امي ماتت وابويا دخل السجن. بس انا ممكن اعمل تعديله بسيطه في الخطه. مش هينفع تخرج. ايه رشاد في ايه؟ الواد لو ما خرجش هيموت. انتوا مش فاهمين انا بقول ايه؟ مش هينفع يخرجوا. ما تهدى يا عم انت، لا تموتنا كلنا. انت اللي هتموتنا كلنا يا طه. الواد يخرج لوحده. سياده العميد انا مش هقدر استنى اكتر من كده. الوضع خرج بره السيطره. انا اديت اوامر بالاقتحام. يا فندم العيال دي مش هي المطلوبه. دي عيال اكيد اتلعب بيها. زمانهم بيخبطوا جوه دلوقتي. زكريا انا ما يهمنيش مين المطلوب بالظبط. انا يهمني الوضع ده ينتهي وفورا، حتى لو هتضطر على الكل. ارجوك ارجوك اديني فرصه وبعد كده سعادتك تعمل اللي انت عايزه. قدامك 15 دقيقه. بعد كده ما تطلبنيش. اقتحم. زكريا باشا. في مصيبه ثانيه؟ باب السلك بيتفتح. قول يا بابا في كام واحد جوه وخرجوك ليه؟ قول الدواء ده بسرعه للولد بعده في عربيه اسعاف. باشا انا عندي سكر وفي حقنه باخدها دلوقتي، لو ما خدتهاش هروح لامي. انت ليه محسسني ان انا بايع عليك؟ يلا ما تخلص تموتك. انا مش عايز اموت يا باشا والله. واحد تاني بقول لك اخلص. ايه الغبي ده؟ ولو اي حد فيكم فتح بقه هتقع فيكم الضرب. يا ابني شد البلاستر، ده شكلهم قتلين قتل هيموتونا. كفايه كده يا طه، احنا بيتلعب بينا يا طه، وبدل ما ابوك يخرج من السجن احنا اللي هنحصله. ده لو ما صفوناش اصلا هنا يا ريس. ايوه انا الراجل اللي بتدور عليه. على فكره لما خرجت الولد الصغير اكتشفت انك بني ادم. افتح السبيكر. ما رأي انك تخرج حد من عندك؟ اتفاهم معاه نخلص من الموضوع ده. لا انا شايف ان انت اللي هتقرسنا هنا. ده مش هيحصل ساعتك. لا هيحصل، وكل 10 دقايق هموت لك واحد. تعالى اسمك ايه؟ اسمي عبد العزيز. انا هعد من 1 لـ5، بعد 5 عبد العزيز هيموت. طب سعادتك اديني ساعة واحدة بس عشان أمن سعادتك. 1. طب اديني أقل من ساعة وأنا هدخل لك. 2. ما تعقل يا رشاد، أنت بتعمل إيه؟ 3.
قلت لك هدخل لك بعد ساعة. أربعة. في سلاح يا جار. أنت كنت عارف كويس إن أنت أول واحد هتموت. يا فندم أنا لازم أدخل العيال دي. أتمنى بس الرهائن ما يزيدوش واحد. الله أعلم بقى. في رهينة اتقتل يا فندم. وكفاية رهينة واحدة. ده أنسب معد الهجوم أثناء وجود العميد زكريا جوه. طبعا لا. في خطر على حياته وحياة الرهائن. حياة الرهائن دي مسؤوليتنا. احتمالية الفشل قد إيه؟ احتمالية النجاح بدون خسائر 80% يا فندم. شوف أنا عايز أقول لك على حاجة. زكريا لو حصل له حاجة أنا مش هرحمك ولا سامع نفسي. ده صاحبي من 20 سنة. إن شاء الله يا فندم مفيش خسائر. على بركة الله. نفذ. زكريا بعد دخولك بعشر دقايق أنا هقتحم، هطربق السيرك على اللي فيه. وش لازم؟ الكلام ده احنا اللي بنعمله يا ابني. مش شايل تفتح ضابط شرطة؟ خش. اللي انتوا عملتوه ده غلط. مادام ما طلبتوش فلوس ومحدش اتأذى كان ممكن الموضوع يعدي. بعدين ما اظنش ان الاتنين الارهابيين دول تبعكم. انتوا مين وعايزين ايه؟ طالبين الحق يا باشا. احنا مين دي امرها سهل. ممكن نقول لك. بس الاهم من كده احنا طالبينك انت بالاسم ليه؟ انت عبيط يا ابني. انتوا اللي طالبيني انا اللي المفروض اسأل. أنا عبيط وساعات ببقى غشيم. بس هريحك وهحكي لك على حدوتة من الأول. الحكاية بدأت من أكتر من 3 سنين. حصل انفجار في فندق في سينا ونزلت ولميت 10 بني آدمين على باب الله. منهم واحد اسمه يونس عليه والشناوي المناداتي. راجل غلبان كان شغال في فندق. اتصادف وجوده في المكان. 3 سنين وأنا أعرفش هو متاخد فين ولا متاخد ليه ولا إذا كان حي ولا ميت. لغايه لما جالي تليفون من واحد معرفوش قال ان معاه دليل براءه ابويا بس شرط نعمل العامله دي وطلب ان احنا نطلبك انت بالاسم تتفاوض معاه. مش معنى بقى انت بالذات. معرفش. كل اللي اعرفه ان الاتنين دول محكوم عليهم بالاعدام في نفس القضيه. رفضوك من الداخليه ليه يا زكريا؟ انت كان ابوك اتسجن ليه؟ انا ابويا اتسجن ظلم. اعتبرنا انا وابوك في الهوا سوا. لا أنا أبويا بقاله 3 سنين محدش حتى حقق معاه، أنت عملوا فيك إيه؟ قعدوك في بيتكم معزز مكرم؟ إيه الظلم الحنين ده؟ رفدت ليه يا زكريا؟ حاجة ما تخصكش. لا تخصنا، ولو ما قلتش هقتل الواد ده. واحد، اتنين. لما تحرك الطائرة توقيت الهجوم الساعة 659 علم مجموعة القوات الخاصة تبدأ التحرك وتوقيت الهجوم ساعة 659. ثلاثة. خلاص علشان حبيت في شغلانتنا ديت ما ينفعش قلبك يسحب. لازم يكون ميت سخسر اشتروها بتراب الفلوس. اتفضحت طلعت السوق. مش ده الظلم برضو؟ انت أدرى، ما انت ظالم كتير. كتير، بس حمية البلد والمصايب أكتر. اللي زي يا ابني لازم يكون الوش الوسخ. الحاجات كتير علشان أمان البلد. ومهمكوش واحد ياخد مؤبد ظلم؟ من غير زعل؟ ما يهمناش. شوف يا ابني، اللحظة دي أنا ما يهمنيش مين اللي وراكم، لأنه أكيد حد كبير وعايز يظهر الحق.
تعالى نسميه انا وانت عبد الحق ونركنه على جنب. الاثنين اللي انا دخلتهم لكم دول ممكن تاخدوا منهم الاعتراف اللي انتوا عايزينه قدام كل الاعلام. وانا رجعت شغلي تاني. سيبني بقى اخرج علشان اعمل هروبكم ويقدر ما دخلك شر. هروبنا ده بقى الحاجه الوحيده اللي احنا اللي لازم نأملها نفسنا. هتخرجوا ازاي؟ هتتفرج. بس لازم نستنى اخر مكالمه. مكالمه فيها الشفاء. دي نهايه. عليها دليل اثبات براءه ابويا. مش هتدعت عني الا ما اعرف هستلمها ازاي. تم اتخاذه باذن التعديل. ربنا معاك. اقتحم كمان 5 دقايق، مفيش وقت. مش هتحرك الا لما المكالمه تيجي. اللي هيكلمكم ده ما يعرفش ايه اللي بيحصل هنا. الاقتحام هيحصل وعندي كلنا. يا باشا ما نضيع. ولا انت خايف على نفسك بس؟ انا لا خايف على نفسي ولا عليكم، انا خايف على الناس اللي مالهاش ذنب دي. الناس اللي مالهاش ذنب اللي انت لسه قايل ان هم ما يهمكوش. انت خايف عليهم؟ انت عايز ايه؟ انا عايزك تهدى خالص. لاني مش هتحرك من هنا الا لما تجيلي المكالمه. استنى. ايوه. ايه يا طه؟ مش هتقولي القرد بيتكلم؟ طب ازاي يعني؟ من غير ازاي ومن غير ليه؟ اسطوانه اللي عليها براءة ابوكم ايه؟ قدامكم 3 دقايق والدنيا تتربع عليكم هنا. ياه. انت اللي عامل ده كله؟ يا كلمة العميد اللي جنب زكريا ألماس دي تستاهل كل اللي احنا عملناه. خلصنا يا طه. خدتوا حاجتكم. سيبونا نخرج وشوفوا هتخرجوا ازاي، مفيش وقت. ماشي. بينا. بقول لك ايه؟ احنا عملنا كل حاجة أنت عايزها. صح. بس بعد اللي أنت عملته أنا ما أضمنكش. تقصد إيه؟ أقصد إن إحنا هنسبقك عشان ورانا مشاوير. وبخلي أصحابك يفكوك. طه يلا يا رشاد. يلا يا شمعة. طه ما تفنش على كده يا طه. طه القرد بيتكلم. القوات الخاصة ابتدوا يتحركوا. الحكومة هتقب علينا. يلا عبده. عبده قوم. يا عبده قوم أنت جاي تنام هنا. ما ينفعش كده يا عم طه، انت بتبني معايا ساعة واحدة بس، انا بقالي 6 ساعات ده ابو ضهري وجعني يا رشاد. خلاص مش وقته. هبقى اجيب لك شريط رومادول. يلا يا عم وش سامح اظبط. شاهد يا عم. فين الموتوسيكل؟ الموتوسيكل جاهز. انت بتزعق ليه؟ هما كمان معاكم؟ مش كلهم، بعضهم. اه يا ناقص يا واطي يا ابن الكدابة. انت طالع يا تيسير. طالع يا تيسير. كنت فين يا سيف؟ عقبال ما اشتريت المكنة، وبعدين الفلوس اللي انت بتسالي ما كفتش، وعشان اكون سكة معاك دول الباقي. يعني انت المكنه دي هتنجزك ها؟ دي اسرع من باقه النت. يا عزيز دي فيها متعب يا عزيز. انا ما بموتش. موتش ازاي؟ ما بموتش. ازاي؟ عادي يعني. ولا انت كل اللي عليك انك هتقعد في وسط الجمهور هتأزأز لب وتاكل فشار وتنبسط قوي من العرض. اول ما هنعمل اللي احنا هنعمله عايزك تقلب فرخه وتقعد تعيط وتخوف الناس اللي حواليك تحسسهم ان احنا وحوش وقتالين قتلة. هتعرف بقى تعيط وتولول وتعمل الحبتين دول ولا هتكشفنا؟ دي حركتي المفضلة. أنا من الصبح أنا عارف أنا مش هروح النهاردة. بقول لك أنت تحرق لي شعرك ده، أنا عايز يبقى شكلك موظف كده غلبان عشان تصعب على الناس، هرش؟ أنا عايزك تشغلهم لي وعايز شوية من الحكومة يجروا وراك. جاهز يا أبو عزيز؟ جاهز. استنى. القرد بيتكلم. بقول لك يا طه، في حكومة كتير هنا على يمين السيرك وفي قوات خاصة ابتدت تتحرك على شمال السيرك. عايز مصر كلها تعرف إن في مصيبة كبيرة، كارثة بتحصل، وعايزك تتابعي الأخبار من بره السيرك وتبلغيني بيها أول بأول. لما هتكلم معاكي مش هتقولي أي حاجة إلا لما أقول لك كلمة السر اللي هي إيه؟ القرد بيتكلم. عبد العزيز هتخرج من باب السيرك اللي على اليمين هناك ده. حاضر. استنى، خد الواد ده معاك. قوم يقف. قوم. يلا كتفه. كتف وراكوا بسرعه. يلا خلينا في المزه الجامده دي. يلا بدل ما افضيها فيك. يلا اخلص اخلص. يلا يلا نقوم مع بعض كلنا. معلش هوب ثانيه واحده.
خلاص يا جماعه، كنا بنهزر معاكم بصراحه كلنا، ده هزار. فاحنا هنروحكم دلوقتي، تمام؟ عايزكم بس تبصوا معايا هنا. فريده جود جيرل، يو ذا جود جيرل. بص احنا هنتفق اتفاق مع بعض كده كلنا دلوقتي. انا ما بعرفش انام غير حريم، بس يعني هنحاول لان الناس دي جايه تشخرمنا. فانا هعمل كده، كلنا هنعمل ايه؟ هنركز مع ده. انت صاحي اصلا ولا انت مش مركز معايا خالص؟ ركزوا مع ده عشان هننام كلنا مغناطيسيا. محدش يضرب نار معاه رهينة. انتوا مش خدتوا اللي انتوا عايزينه؟ طب ما انت كمان خدت اللي انت عايزه. احنا لسه حاجه بسيطه كده. انتوا بتعملوا ايه؟ تلاقش مش اسلوبنا. ملناش في الناشف يا عم. رهنك على 100 جنيه اني هوقفك قدامي ثاني يا طه. تم التعامل مع الرسول. ابدا اقتحام الست بحذري. احتمال وجود مفرقعات.
يظهر ان اليوم لسه ما خلص. اللي بيحصل في بيتي يا خواجه؟ هو ده السؤال اللي انا مستنيك من الصبح عشان تجاوبني عليه. انا لما فتحت بازار في العماره دي اشتريتها كلها ما عدا شقتك. قلت ده ظابط قديم ويمكن وجوده فيها مال الكل، بس عمري ما توقع خالص ان الضربه تجيني من شقتك. ضربه ايه وشقه ايه؟ انا مش فاهم حاجه. شوف يا زكريا، ده ممكن مش مقدر قيمه الراجل اللي قدامك ولا قيمه الحاجه اللي اتسرقت. زكريا باشا يا خواجه، الكريستاله اللي اتسرقت نتيجة اصطدام نيزك بالرملة، وتمنها 30 مليون دولار، حفرة من شقتك على البازار ولا الموزة اتسرقت، واللي زيي ما يتعاملش مع الحكومة. ده زكريا باشا. غير كل اللي انت بتعمله ده، لو عمل كده ودخل بيتي انا اللي هجيبه يا خواجه. ولا انت شايف حاجة تانية؟ انا لولا قدام التلفزيون وشايفك قدامي طول الوقت كنت قلت ان انت حافظ على كلامك يا خواجه. لا مؤاخذة، أنا عارف إن أنت رجعت الخدمة زكريا، بس ده يعني ممكن يكون سباك، نجار، الواد بتاع المكوى. عموما أنا هسيبك تستريح شوية ونرجع نتكلم في الموضوع عشان نعرف بس حصل إزاي. لا دي اخر مره نتقابل فيها، كلامنا بعد كده هيبقى بالتليفون. طبعا انت عارف الملف ده فيه ايه، ده ممكن يدخلك السجن بقيت عمرك. الملف ده مش هيخش الداخليه تاني طول ما هتعمل اللي بقول لك عليه، وبعد ما نخلص كل حاجه ديك كمان نص مليون جنيه. زكريا باشا اوامرك، وهي كلها مصلحه واحده. الو طه. ايوه مين؟ مش مهم مين، انا جايب لك خبر هيفرحك انت واخوك. رشاد انا عايزك في مصيبه يا رشاد. عايز ايه يا طه؟ واحد معرفوش اتصل بيا وقال لي ان معاه دليل براءه ابوك. ايه؟ معاه فيديو للحادثه بتاعت شرم الشيخ، بيقول متصوره من كاميرات من محل قدام الفندق، وبعت لي الصوره دي وقال لي هيبعت لي الفيديو. وده في مقابل ايه؟ مقابل ان احنا ننفذ المصيبه اللي انا جاي لك فيها. وانا عملت مكنه بواصله هتخرجنا من على المسرح لغايه بره. القرد بيتكلم وبيقول السيرك وكل اللي فيه تحت السيطرة. طه أول ما يكلموك قول لهم أنا مش هتعامل مع حد غير يوسف شامة وزكريا ألمظ. يا غبي، يوسف شامة ميت، يعني أنا رايح أرايح، مش عايز العيال دي تعرف أنا مين. لو عرفت هنروح أنا وأنت في داهية، بس داهيتك هتبقى أتقل حبتين. ها؟ البازار بيقفل الساعة 9 بالليل وبيفتح 10 الصبح، وقت ما أروح تكون أنت بتنفذ. رشاد مش عايزين حد يتأذي. تأذوا مين يا شبح؟ ده اكسسوار سينا. بس لو حد قال بأصله عايزك تعمل لي فيها مجنون. اعمل فيها مجنون ازاي يعني؟ اقتل لك 3 4؟ ايوه اقتل لي 3 4. 3 4 ولازم تجيبي سيرة واحد اسمه زكريا ألمص، شكلهم كده عايزين يلبسوا الليلة. العميد زكريا ألمص. أنا لولا قدام التلفزيون وشايفك قدامي طول الوقت كنت قلت إن أنت. وإيش دخل القاعدة في اللي إحنا فيه بقى؟ جاي زكريا ده بيلعب بينا. هتقطع الكهرباء عن البيت كله، البازار مليان كاميرات واجهزه انذار. والخزنه مش هتفتح بالطريقه البلدي بتاعتك،
دي هتتغطى نيتروجين وتتجمع. وحشتني يا ألماظ. خارمني في واحده في الصلاه. انت قديم فشخ. اللي جابكم هنا طب؟ الاسطوانه يا نجم طلعت فاضيه فقلنا نشقر عليك. ما انا عارف. ايه يا ترى؟ انتوا فاشلين للدرجه دي؟ انا مسلمكم الاثنين ارهابيين تاخدوا منهم الاعتراف اللي انتوا عايزينه. انتوا عايزيني اسلمكم كمان الاسطوانه؟ انا ما كنتش ضامن كنت هخرج ولا لا. ايوه انت فاكرني عبيط ولا ايه؟ انت لو ما جبتش الاسطوانه تبقى فعلا راجل عبيط. ومين قال لك ان انا مش هديها لك؟ ده حقك. احنا كده خالصين. بالظبط كده. اديها الاسطوانه بتاعت ابونا ومبروك عليك رجوعك الخدمه وخد الالماظه دي مش عايزينها. ماشي. واحناش ضمننا ان دي مش زي اختها فاضيه هي كمان. لا نضمن نضمن ناخد كل الحاجات اللي عنده في الخزنه. ايوه يا عم الحاج. سيدي هي سليمه طبعا. لو طلعت سليمه فعلا عشان الحاجات اللي انت خدتها دي يبقى هنتقابل تاني يا بابا. ما زهقتش من رهان؟ بكسب. ما تنساش ان بكفنا. بكفنا وبطل اخرام في الصاله عشان العمارة هتقع بيك. لو انت مش عبيط فخلي بالك ان جورج كمان مش عبيط. وهو بتاع الماظ يعني انت هتتقلمص. اتأخر يا شبح. مستعجل على ايه؟ هتلاقيه دلوقتي طالع فجأة. أوه. أوه. ايه يا اولاد الكلب؟ ثلاث سنين سابني في السجن. يا حاج. ده حاج انت واخد تأبيد، خرجناك بعد ثلاث سنين. والحمد لله. الحمد لله. يا اوراداتي مين الموزه الحلوه دي؟ نسيت توته؟ دي مرات ابنك يابا. ده راجل فاقد الذاكره خالص. توته الوصله توته. سيبك منها. بقول لك ايه، انا محفظ نسوان مصر كلها نمرتك. امسك التليفون اهو. جدع على لا حلو. ما تنسيش النمر. ها كام زيرو؟ كام زيرو؟ 1 2 3 1 2 3 4 6 4 6 على الشارع برضه. طب هات التليفون بقى وحشت.